اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه في صناره. هعمل لحضراتكم النهارده سمك بوري محشي طماطم تشاري وزيتون، وهعمل معاه سلطه كرومب بالمايونيز. ابتدي الاول بمكونات صينيه السمك البوري. سمكه بوري، زيتون اسود من غير بذر، بصل، ليمون، ثوم، صلصه طماطم، ريحان، وطماطم تشاري. هخلي دي عليها كده علشان ما يجيش عليها اي حاجه طايره. هاخد ليمونتين كفايه والبصل. اجهز على طول البايركس اللي هنشتغل فيه او اللي هندخله فرن. طبعا نبقى مجهزين الفرن علشان الاكل يدخل يستوي على طول. هبتدي بالبصل، يبقى قاعده للسمك يتحط في الصينيه من تحت. هنقطع كده يعني حلقات ايا كان سمكها. انا معايا بصله واحده، فنخليها رفيعه شويه عشان تتفرد تحت السمكه. يعني لما افردها كده تبقى السمكه مش لامسه الصينيه، لان ممكن يبقى فيه حد ما عندوش بايركس، فلو في الومنيوم او نحاس او ايا كان يبقى في احتمال ان السمكه تلزق. يبقى انا كده حطيت القاعده تحت عشان مش حاجه تلزق عليها. وبرده احط ليمون. دايما نفتكر لما نستعمل نقطع ليمون نغسل السكينه بسرعه، علشان الليمون بيعمل عمليه اكسده بياخد من بيخلي السن بتاع السكينه ممكن ما يبقاش حاد قوي. يعني ما نسيبش الحامض اللي في الليمون على السكينه ينشف. ممكن نعمل كده عشان السكينه ما تبصش. هشيل ده. احط الليمون وابتدي اقطع الطماطم التشيري. يعني ممكن الكبار نقطعهم شويه صغيرين، والصغيرين يتسابوا زي ما هم يتحطوا حوالين السمكه في الصينيه. الكميه اللي انا بقطعها دي بس علشان اقدر ان انا ادخلها جوه قلب السمكه او جوه بطن السمكه، يعني فتبقى منزله العصاره اللذيذه اللي فيها دي. وهاخد شويه الباقيين دول ممكن يتحطوا هنا. كده كفايه. شويه من الميه، نص كوبايه بس. هحط شويه ملح صغيرين. الزيتون هيبقى حادق فمش لازم نخلي يبقى فيه ملح كتير. هاخد معلقه من الفلفل الاسود. معلقتين زيت كبار. صلصه الطماطم. والثوم. لو هيدخل الفرن خلي الثوم يبقى حجمه كبير. ممكن نحط برضو شويه من الثوم هنا يطلع البخار بتاعه يطلع على السمكه ويخليها تاخد طعم الثوم برضو. هقطع الريحان مره واحده. شوية من الزيتون برضو هنا كده. هاخد كمان شوية صغيرين. هصغرهم شوية، هو ده الزيتون من غير بذر. هصغرهم شوية علشان واحنا بنحط الخلطة دي جوه قلب السمكة تبقى سهل، جوه بطن السمكة. اقلب الخلطه كويس علشان كل المكونات تمتزج والملح يدوب معاها. هاخد سكينه تانيه وهاخد السمكه هعمل فيها فتحات بالجنب كده.
الناحية التانية. يعني لما بنعمل فتحات دي الخلطة بتدخل جوه لحم السمك، لكن في وصفات تانية كتير ما بنضطرش ان احنا نعمل ايه، نحط فيها نفتح الفتحة دي. اول حاجة احط السمك كده على ظهرها، وبعدين اخد من الطماطم والزيتون صلصة الطماطم والليمون جوه بطن السمكة وفي الراس. وبعدين هاخد بقى ده نحطه في الفتحات اللي هنا، ارفع السمك كده لفوق سنة علشان هتلاقوا حضراتكم اللحم السمك باين بيدخل جواه الخلطة. والناحية التانية نفس الموضوع. وبقيت الخلطة كلها على السمك. وادي الليمون. تدخل الفرن لمدة ربع ساعة تلت ساعة. هطلع فاصل وارجع اقدمها لحضراتكم جاهزة ومعاها سلطة الكرنب بالمايونيز. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت بوري محشي طماطم تشاري وزيتون، وده شكلها النهائي. اعمل دلوقتي سلطة الكرنب الاحمر مع المايونيز. المكونات: نص كرنب احمر، نص خس كابوتشا، ليمون، شبت، زيتون اخضر، ثوم، و مايونيز. خلي دول على جنب، هقطع شويه من الزيتون صغير علشان يتحط في الدريسنج، وما احطش ملح. طبعا الناس اللي بتبقى يعني او الدكاتره او متخصصين التغذيه بيبقوا عارفين ان الملح الزياده مش كويس، فكل ما نقدر نحط مكون فيه ملح اوريدي ونبعد عن الملح الصريح الابيض يبقى احسن. طبعا كل جسم بيختلف عن التاني، بس الملح والسكر الزياده منهم مش كويس. هو طبعا الزيتون ده محطوط عليه ملح ومحطوط عليه خل عشان يتخلل، لكن لما نحاول نخلي نعادل ده مع ده يبقى احسن. هاخد 4 معالق من زيت الزيتون، واحط الزيتون الاخضر من غير بذر، واحط معلقه من الثوم، و 3 معالق ليمون معصور، ربع كوباية من الشبت، ممكن نحط معلقة من الفلفل الأسود صغيرة. كده الدريسنج جاهز على التقليب. لا، لسه فاضل المايونيز. ممكن مايونيز، ممكن زبادي. انا هحط معلقه مايونيز واحده كبيره وكفايه. هلاقي حته غامقه كده هشيلها على طول. اي حاجه غامقه، اي حاجه شكلها ريحتها مش جايه على مزاجنا ما ناكلهاش. هقطعهم بالطول كده، واحطهم في جنب الطبق، اشيل الغامق ده، وهاخد الكرنب اشوف لو في اي حاجه برده شكلها مش على المزاج هشيلها. دي شكلها كويس. نحاول بس نقطع بقى الكرنب رفيع شويه علشان الكرنب قوامه اجمد من الخس، فلو اتقطع تخين مش هيحصل حاجه يعني، بس هيندخ شويه في البق. فبنحاول بس نقطعه. يا ارفع سنة. واحط الزيتون الاخضر في النص كده، قلب الدريسنج كويس لحد لما المايونيز يفك، وبعدين يمتزج كله تاني مع بعض. وبالمعلقة او مرة واحدة تحط على السلطة.
شوية على الزيتون. وناخد واحدة طماطم شاري وشريحة ليمون. يبقى أول طبق كان سمك بوري محشي طماطم شاري وزيتون، تاني طبق سلطة كرنب بالمايونيز. ألف هنا وشفا، أشوفكم حلقة جديدة.